اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين زي ما قلت لحضراتكم النهارده يوم فرحه الحقيقه ويوم كله سعاده لانه بنقترب بالبطوله رقم 24 البطوله الثامنه في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه للسوبر الافريقي البطوله الثانيه على التوالي بطوله رقم 24 بالنسبه ل عالميا يعني علشان او قريا الحقيقه علشان نقدر نصل الى النادي الاكثر تتويجا مش في افريقيا بس ولكن في العالم ان شاء في مصر طبعا وفي افريقيا ان شاء الله وفي العالم كله ان شاء الله بطولتين وربنا يسهل كده ونقدر ناخدهم خلال الايام القادمه حب النادي الاهلي دايما بيبقى في كل مكان وللصغيرين وللكبار وللشباب وللسيدات وكل الناس كل الناس بتحب النادي الاهلي شفت اتفرجت على الفيديو ده الحقيقه عجبني جدا 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 الفيديو اللي عايز اوريه لحضراتكم جاهز ده لرابطه الاهلي في الكويت الحقيقه بصوا الناس وبصوا الولاد الصغيرين وده دايما اللي بي بيلفت نظري قد ايه حب النادي الاهلي بيوديك في مكان تاني وبيخليك في حته تانيه بصوا حضرتك الطفل الصغير بيعمل ايه سمعنا يا سمير الصوت بصراحة فيديو عبقري عبقري هنحاول برضو لو عندكم فيديوهات لسيدات يعني بتبقى فرحانة بتاريخ النادي الأهلي وببطولات النادي الأهلي برجالة كبار بشباب صغيرين فيديو عبقري الحقيقة زي الفيديو بتاع